شفنا معاكم كلام الجرايد عن النادي الاهلي، تعالوا دلوقتي نروح نشوف مواقع الانترنت كتبت ايه عن اخبار الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي محمد يوسف: ثقتنا كبيره في قدرات اللاعبين على الفوز باللقب الافريقي. بوابه الاهرام: سفير مصر في تونس نعمل على توفير الاجواء المناسبه لبعثه الاهلي. يلا كوره عبد الفضيل: يلا كوره الترجي غير مقلق، غياب أزارو مؤثر ومروان الأفضل للهجوم. الشروق: كمال يؤكد جاهزية حراس الأهلي لنهاية أفريقيا. المصري اليوم: الكاف هناك ترتيبات على أعلى مستوى لمباراة الأهلي والترجي التونسي. الأهلي دوت كوم: سامي أمصان: درسنا الترجي بشكل جيد ونعرف كيف نتعامل مع مباراة الترجي. اليوم السابع: الأهلي يطالب لاعبيه بتجنب الاستفزازات في تونس. موقع 13: الفيفا في عيد ميلاد أبو تريكة لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ كرة القدم.